أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. حلقة اليوم مخصصة للقطاع الصحي الذي يعاني أشد معاناة نتيجة الإهمال الحكومي المتعمد لهذا القطاع الحيوي والمهم، خصوصا في الظروف التي تمر بها بلدان العالم في هذه الفترة نتيجة انتشار جائحة كورونا. القطاع الصحي العراقي الذي يعاني من فساد مستشر في كافة مؤسساته من الوزير فما دون، اليوم كما يعلم الجميع القطاع الصحي العراقي متردد جدا، فلا توجد مستشفيات تنطبق عليها المواصفات العالمية، ولا توجد معدات صحية من المفترض أن العراق قد استوردها حسب العقود التي أعلنت منذ عام 2003 وحتى اليوم. مليارات الدولارات صرفت على قطاع حاله كحال بقية القطاعات الأخرى في عراق ما بعد 2003 لم يلمس منها المواطن شيئا يذكر، والنتيجة كما ستشاهدون في حلقة اليوم، وإن كانت الفيديوهات التي اخترناها لكم نقطة في بحر التردي الذي يعاني منه العراق. تابعونا. بلد مو على المنطقة بس، هاي منطقتنا. أول بلد أنا اتخذ إجراءات غير مسبوقة وشكل خلية أزمة ومنعنا السفر إلى المناطق اللي ظهر بها الفيروس. هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء يا خلية الأزمة، مو قلنا سد الحدود؟ ووضعنا قيود على المواطنين الذين يأتون من مناطق ظهر بها الفيروس، واتخذنا إجراءات داخلية. هو العراق وينك يا محافظ البصرة تعجب غضاء أبو الخصيب ولا عبالك أكو فيروس بيه؟ وينك يا محافظ البصرة يا معود؟ سوي لنا شارة رحمل والديك، رحمل والديك تعشير سوق أبو الخصيب بالقرآن الكريم، ما تقدر تمشي. اليوم ازدادت البنية التحتية في مجال المختبرات، كان لك النظام الصحي في العراق نظام بطل وصامد. طب جوا وشوف الخيسة، ثقب الله من البارحة واليوم لا واحد وصلنا ولا واحد اجانا، وكل واحد يطلع من مكانه يبقى فراشه نفسيته ويجيبون غيره ينمو على نفس الافراد. انتم مصابين ما متاكدين احنا يعني تحليلنا ما طالع يعني احنا ما بينا شيء، بس بسبب ذول اللي قبلنا راح نتمرن. شوف هاي الحمامات، هاي الحمامات هسه فتشوفكم اياهن، بس مي بارد، مي بارد، هاي بس مي بارد اثنيناتهم. يعني صح انا غطسل بيدي، هذا تشوفون الاخير هذا وانا ثلج بارد، ثلج ثلج جاني جانب الوحدة، تقريبا بالوحدة الجانب يجيبون لي مال وجبتين سوى، يعني انا البارحه العشاء ماكو، الريوق اليوم ماكو. لدينا سعة سريرية بإذن الله. تشوفون هاي الحالة، يعني هسه احنا شلون نصدر الوباء الحجم كورونا واحنا بهيج وضعي؟ طبيب ماكو نسا، راح تنزل فرق صحية تعمل مسح وبائي، بدل ما نقعد احنا نستقبل الحالات المرضية راح نبدي ننزل. عاشتكم لان تعقيم ماكو، ماسكات ماكو، كانت عندنا مصابة بالكورونا قبل شوي طلعوا برا، فاسج المراجعين المغرب او بالليل يكلون عليه كم واحد راح ينعدي وكم واحد راح يصير بيه كورونا. أهلا بكم من جديد. في نهاية البرومو الذي ظهر بعد إشارة البداية كانت كلمة الصدق والشفافية هي البداية، لكن من أين تأتي الصدق والشفافية من سياسي العراق؟ قتيبة جبوري رئيس لجنة الصحة البرلمانية خرج بمؤتمر صحفي ليعلن إلى الناس عن طبيعة هذا الفيروس الذي يجتاح العراق اليوم ويجتاح بلدان العالم، لنستمع إليه. من كورونا وترويع العالم، أنا رئيس لجنة الصحة في البرلمان، لا تقلقوا أبدا، هذا الفيروس هو فيروس سياسي بامتياز، فيروس تخريب اقتصادي بامتياز، فيروس استخباراتي بامتياز،
وهو تأثيره أقل من تأثير فيروس الإنفلونزا العادي ونسبة الوفيات به. وأنا أتكلم هنا كطبيب صحة عامة قبل أن أكون نائب، واختصاصي هذا المجال ليس له تأثير فقط على الفئات التي جهازها المناعي ضعيف، ولذلك استمروا بفعالياتكم الاجتماعية، ولكن الالتزام بشروط وتعليمات وزارة الصحة هذا جزء من الجانب التنفيذي والمهني للوزارة، لكن لا تجعلوا هذا الموضوع شغلكم الشاغل ويلهيكم عن التزاماتكم وارتباطاتكم. العراقيين رأوا ما رأوه على مر التاريخ، وأعتقد أنهم أقوى من أنه يرهنوا مصيرهم في يد فيروس. هذا كان كلام قتيبة جبوري. فيروس سياسي، فيروس اقتصادي، فيروس لتخريب الاقتصاد العراقي، فيروس ليس له أي تأثير، فيروس يؤثر على من لديه مشكلة في جهاز المناعة، لكن كل العالم في انذار نتيجة هذا الفيروس إلا سياسي العراق. كل العالم يجابهون هذا الفيروس، الدول المتقدمة، الدول التي تمتلك أنظمة صحية يعتد بها كان للفيروس كلمة فيها، إيطاليا مثلا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كل هذه الدول التي فيها أنظمة صحية تعتد بالإنسان، تفعل ما تشاء أو تفعل بما يمتلكون من قوة ومن قدرة للحفاظ على أرواح الناس، نجد فيها أعداد هائلة من المصابين، نجد فيها أعداد كبيرة من الوفيات. اليوم وصل عدد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 400,000 مصاب، في إسبانيا 140,000 مصاب، إيطاليا 130,000 مصاب، الصين 88,000 مصاب. وقتيبة الجبوري يقول أنه فيروس سياسي، فيروس سياسي وقتل ما يقرب من 100 شخص في العراق وأصاب أكثر من 1000. فيروس سياسي، ومن يصاب بهذا الفيروس يوضع في حجر صحي، ويا ليت لو كان الحجر الصحي يستطيع أن يقدم شيء، أو يكون ذو طريقة صحيحة، أو يكون بمكان صحيح، أو يكون بمستشفى صحيحة ومعدات صحيحة وآليات تستخدم في الحجر الصحي بالطرق الصحيحة. هنالك فيديو آخر للتردي الذي يعاني منه القطاع الصحي، تحديدا في قضاء القاسم، خرج في الأسبوع الماضي. لنذهب إلى بابل وننظر إلى المستوصف الذي يتعالج فيه الناس بقضاء القاسم بمحافظة بابل. جتنا هواي شكاوي طبعا، مستوصف عايل للسقوط وكل المياه جوفية، وما تعرف بيا لحظة يوقع على مرة، لو على طفل يقتلها، لو على موظف. وهنا عندنا مكان بديل، ونريد نشوف ليش معطلين، يعني شنو صار لكم شهرين من 3 أشهر، واحد يروح منا واحد منا صحة بابل. راح أراويكم بالملموس هذا المستوصف شنو وضعيته وشنو موضوعه وشنو الفساد اللي يدور حول هذا الموضوع وحول هاي الشغلة بالضبط. طيب هذا السبتتين، هذا صور لي، صور لي هذا السبتتين، وامشي لي امشي لي، تعال امشي هاي، امشي لي مياه جوفية، تعال لي هاي، شوف هاي مياه جوفية مصف بياه لحظة ما تعرف يوقع على الموظفين، على الأطباء، على الناس المراجعين، والعالم هناك مكيفين، واحد يروح منا واحد يجي منا صحة بابل. شوف شوف هذا باكر، هذا باكر مقطع فيديو تقدم للمحاكم، محاكم العراق والمحاكم الدولية. تفضل تفضل، نريد نشوف شنو الفساد، ما له خلص منه. تعال جوا تفضل، هذا مختبر، هذا مختبر، تعال تعقب للمختبر. شوف هذا مختبر، صور لي اياه، كهرباء ما بي صار 10 ايام طفت، اجت طب مضادات الدينيه صار بتماس كهربائي. تعال شوف هذا مختبر، هذا مختبر مال الدوله، الصدر يوميا 5 مليون برميل نفط. وينكم الفاسدين؟ وينكم؟ يا ترى خلص منكم كلاب ودي الكلاب. شوف شوف هذا مستوصف، هذا ده وقع على موظفين 7 من 8 ومات واحد منهم، تخلصون؟ تفضل تعال 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 صور لي هذا، هذا شنو هذا؟ مختبر، هذا مختبر، تفضل هذا مختبر، الله يقبل محمد. هسه احنا من يعني من دون هاي الدول ليش؟ تعال وقف، هاي الغرفة حجي نوصفك، تعال تعال شوف هاي الغرفة المستوصف اللي مارزوني اللي معاندين صحة بابل نفتهم، يا فاسد قاعد يشتغل ضد مدينة القاسم. تفضل هاي غرف، هاي غرف مال 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 دائرة بها موظفين محترمين، هذا كاحترام للموظفين هنا في مدينة القاسم، اريد نفتهم ليش؟ تعال تفضل تفضل، هذا على هذا المكان، هذا مكان مال عمل، مكان مال عمل، هذا صور لي، تفضل صور لي هاي ابو كهرباء، تفضل هذه الرطوبة هنا واصلة دينها، تفضل صور لي صور لي هاي كلها مفلشة. شوف
امشي هسه راح نروح للمستوصف المقترح ان يكون بديل لهذا المستوصف، لان هذا المستوصف عندنا مشروع به قد يكون بناء مستشفى بمشروع خيري للمستشفى ولادة واطفال، ونخلي جناح المستوصف القاسم. هذا المستوصف طبعا يقدم خدمات الى 200 اكثر من 200 الف انسان. هذا المستوصف هسه شفتوا الاي للسقوط، راح انقلكم للمستوصف المقترح واللي صار لهم اكثر من شهرين صحة بابل قاعدة تماطل. اريد نعرف يا فاسد اللي مأخر هذا العمل ويريد يدمر مدينة القاسم ويريد يسقطها ويسوي لنا مشاكل بهاي المدينة. يلا الان احنا يم هذا المستوصف المقترح هننقل المستوصف القاسم المتهالك الى هذه البناية، وراح اراويكم البناية وشنو السبب وشنو مشكلتكم ليش ما تدخلون المستشفى. هذا المستوصف لهنا لما يوقع على الناس لما يوقع على الموظفين. طبعا هسه احنا دخلنا للمستوصف المقترح وراح تشوفون بنايته واتفقوا ويا بالعماره، وبالعماره دبل اكثر من 250 مليون قطع المكان وسواه بالضبط. صار لكم شهرين ثلاث اشهر واحد يدفع على واحد. اريد افتهم شغلتكم شنو؟ عم احنا متظاهرين وكشفنا كل اوراق، عندنا ملفات، مستشفى القاسم فاسدين قاعد يردون بس يردون يدمروها. المستوصف اكو ناس مستفادين بيروقراطيين ونعرفهم واحد واحد، وين راحوا وين اجوا؟ صدقوا بالله احنا المتظاهرين ولدت عندنا شباب الان تراقب، موجودين موظفين ويراقبون كل حركاتكم وكلها قاعد توصلنا اول باول. تعال شوف صور لي البناية، صور هاي الغرف عايزه، هاي البنايه الحلوه وين، وذيك البنايه التعبانه وين؟ تفضل الله يجزاك. ها تفضل شوف مطعم 30 غرفه مرافق مختبرات، غرف محترمة. يجي شوف تفضل، هاي صالة للمراجعين، للنساء الحواميد، للأطفال. تفضل هاي صالة، هاي عندنا جناح كامل للإداريات. تفضل هاي غرف بين مختبر وشو إيش رادوا على ما طلبوا مستوصف القاسم، إيش طلبوا وطوا الخرائط وسواها على ضوها. تفضل أنا ناشد كل شريف، ناشد كل شريف أن ينقل مدينة القاسم من الفاسدين، وشكرا. هذا هو الحال الذي يعاني منه المستوصف الصحي في مدينة القاسم بمحافظة بابل، مستوصف آين للسقوط، ويوجد مكان بديل ويوجد مستوصف جديد مبني حسب الطرق الصحيحة، مبني حسب المواصفات التي طلبها المستوصف نفسه كما أشار المواطن من قضاء القاسم، لكن المسؤولين في محافظة بابل أو في قضاء القاسم منذ شهرين وهم يماطلون حسب التأكيد الذي خرج في الفيديو، لا نعلم لماذا وهم لا يريدون مشروع جديد أو بناء جديد أو صرف أموال جديدة، لكن يريدون فقط نقل المستوصف القديم من مكانه القديم إلى المكان الجديد. أول اتصال بحلقة اليوم، أبو محمد حياك الله. الله يحييك أستاذ أسد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك أستاذ أسد. استاذ أسد، المؤسسات الصحية عندنا بالعراق كلها نفس الحالة، يعني كلها لها المعاناة هذه. نعم. ما عندنا يعني حال أبو القاسم أو غيره، قضاء القاسم أو غيره. المستشفيات يعني ما سووا شيء جديد بعد 2003. نعم. إذا يعني مثلا واحد يزور العراق هسه ويجي للمحافظات يزورها، محافظة محافظة يلقى نفس البنايات اللي انبنت بزمن الشهيد صدام حسين. ماكو يعني مؤسسة جديدة انبنت ومؤسسة عملاقة وبنى تحتية يعني واضحة للعيان. حتى المستشفيات هذه اللي انبنت بكربلة وبالنجف بنوها دول جماعة الحكيم وما الحكيم. نعم. دول هم اللي بنوهين وبفلوس، هاي مو مجانيين. فمؤسساتنا الحكومية هي نفسها القديمة اللي انبنت بعد ثورة 1968 ثورة تموز. فما عندنا بعد مؤسسة جديدة واضحة للعيان وبناية يعني تستقبل آلاف المرضى أو المئات خلينا نقول. وبنولهم مش كم مستوصف يعني هيك يعني صغير بالمناطق الريفية، وحتى ما يديرها دكتور، يديرها معاون طبي. هذا الواقع الصحي بالعراق، ما تقدمنا ولا صار عندنا اي تقدم بعد 2003. نعم. انت شو تريد من حكومه الملالي والعمايم
المدعومة إيرانيا. نعم. تريد من عندها يعني تسوي مؤسسات عملاقة مثل سواء صدام حسين. يعني ما مستحيل لذول ناس المليارات هاي انصرفت. هاي كل سنة احنا موازنة يعني وكان سعر النفط ما شاء الله. يعني حتى يعني قبل فترة صحيح هبط النفط وبعدين رجع تعافى، هسه النفط ما شاء الله احترمه. وخلنا نشوفهم شلون يديرون البلد ورا هذه الكارثة مالت النفط. نعم. شلون يدبرون رواتب الموظفين، شلون يديرون البلد. هم ملتهين، انت جاي تشوفهم شلون نصبوا الرئيس وزراء ساعة الزرفي ساعة الكاظمي وين ماكو بالداخل، لهم واحد لو باقين عن زرفي بيه مجال، بس دور هذا الكاظمي هذا الفاشي حتى شهادة إعدادية ما عنده، وهم يرضونهم فاشل ما يرضونهم واحد شوية يعني عليه العين وكذا وزين، هم يردونهم واحد فاشل حتى يفشل البلد بعد أكثر وأكثر. نعم نعم. وإن شاء الله هذه نهايتهم، هذا دليل أنه تخبطهم وعدم إدراكهم للأمور هو هذا راح يؤدي بنهايتهم إن شاء الله. نعم. وأشكرك شكرا شكرا جميل. شكرا لك أبو محمد. مشاهدينا الكرام، شخص داز لرسالة على الواتساب يقول أريد أخابركم شلون أرقام البرنامج عندك أسفل الشاشة، إذا تظهر تقدر تتصل على أي رقم من أرقام الظهر أسفل الشاشة. أما الرقم اللي ظهر حاليا أسفل الشاشة هذا مخصص فقط لرسائل الواتساب، أو الرقم اللي أنت دزيت عليه هذا فقط للرسائل. أعتذر منك شديد الاعتذار أخي العزيز، ما أقدر أستقبل اتصال على رقم الواتساب. أما الأرقام الأخرى اللي موجودة حاليا أسفل الشاشة تقدر تتصل على أي رقم من هاي الأرقام وتشرفنا صوتك ورأيك. وأتمنى من السيد المخرج أنه يطلع لي الفيديو مال قضاء القاسم ومستوصف قضاء القاسم، لأنه أريد يعني أرد أعلق على قضية معينة، أنه هذا المستوصف صحيح بالعراق بالقرن 21 في ديمقراطية ما بعد 2003، بديمقراطية بوش اللي وعد بها الشعب العراقي، بديمقراطية الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 إلى اليوم، اللي وعدت الشعب العراقي بالرفاهية ووعدت الشعب العراقي أن يكون في حال يحسد عليه. يعني المستوصف الصحي أو المستشفى في كل بلدان العالم معروفة، يجب أن تعقم، يجب أن تكون أنظف مكان في البلد، يجب أن تكون بها مواصفات عالية من الدقة، يعني لا بنظافة، لا بمعدات، لا بحياطين مال أوادم، خلنا نحكي هيك. يعني المستوصف يفتقد إلى كل شيء. بداية في بداية المستوصف أو في بداية الفيديو نجد صورة لمياه آسنة أو طفح لمياه المجاري في هذا المستوصف. هذه المياه الآسنة التي تخرج، هذه لوحدها كارثة في المستوصفات الطبية أو في المستشفيات في العالم كله. كيف تدخل العوائل إلى هذا المستوصف؟ ومع الأسف في نفس الفيديو نجد عائلة لرجل وامرأة حامل طفل على يده ويدخل المستوصف لأن لا يوجد بديل. هذه الكارثة التي يعيشها العراق في ما بعد عام 2003. أبو أحمد من الرمادي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوة الدين. هلا بيك تفضل. الله يحفظكم. أخوي العزيز نعم أسمعك. تفضل تعال هوا. العفو. بالنسبة للواقع الخدمي، أولا نشكركم على هالبرنامج. نعم. ولو أنتم سباقين بهذه البرامج يعني. واجبنا. أخوي العزيز بالنسبة للواقع الصحي في العراق واقع جدا خطير ومأساوي. نعم. يعني أنت تتصور أنه العراق العالم جاي يتطور وجاي يزدهر بالصحة وبناء المستشفيات، الأجهزة متطورة، الأطباء اللي شلون نقول العلماء أطباء، إذا علماء في العراق يعني الأطباء نقول يعني الأطباء الاختصاص والاختصاصيين والاطباء السابقين، تعرف انت موضوعهم تهجروا خارج البلد بسبب الميليشيات وسبب الظلم وخوفا على انفسهم وعلى عوائلهم طلعوا خارج البلد. الكارثه الكبرى انهم البلد سلم الى فسالة المجتمع، يعني مستشفيات مياه عاتمه، فيران، قطط، اجلكم الله كلاب، يعني اشكال الحيوانات الان بالمستشفيات. نعم. والأشياء من هذا النظافة صفر، يعني
لاكو بلديه، لاكو نقابه، لاكو حكومه تراقب هذا الوضع. نعم. الحال موجود فيضانات حاليا قاعده تباوع على الصوره بدون صوت. نعم. يعني المستشفيات جايه تطفح بالمياه، طبعا هي مو مياه امطار، هاي مياه اجلكم الله مياه المجاري. يعني يعني مصيبه، يعني هذا امر لا يجي، يعني ما ممكن يسكت عنه. اذا كان العراق هو البلد الحاكم حاليا موجود يحكمون ما يتكلمون وما يتحركون، الشعب ليش ساكت عن حقه؟ انت مستشفى لك، انت ليش ما تتابع؟ ليش الشعب ما تحكي؟ زين المنظمات العالميه، منظمات الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه، منظمه اليونيسكو، يعني ماكو، يعني الوضع خطير جدا. ملتهين بالكراسي، ملتهين بتنصيب فلان، تنصيب فلان، صارت لعبه الفلان كرتون يوميا، واحد صاعد وواحد نازل. هو هي الله يستر مثاليها. يعني اذا كان الوباء هذا كورونا خطير، فالاخطر هو المستشفيات. يا اخي اذا هو مريض يروح للمستشفى، اذا يريد يتعافى هو، اذا ما بيجي هو يتمرض بسبب هاي المستشفيات التعبانه. الواقع الصحي، يعني خف الموضوع، الواقع الصحي بالعراق خطير. نعم. حد في محافظه احسن محافظه، لا نعم كردستان الشمال افضل. افضل لي انه ناس مواعين، ناس حرفوا يعني حال الانسان، يعني ينتبهون للبشر، يعني مخلينها قيمه. طيب. قيمه للانسان. نعم، شكرا 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 لك ابو احمد. ام احمد بس من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احييك استاذ اسد واحيي قناه الراسدين الوطنيه الاصيله. حياك الله اختي. بالبدايه اليوم بدي اقدم تعازي والم على الذكرى اليوم اللي صادف احتلال سقوط بغداد الغاليه بيد الخونة والاحتلال للمجرم. عزي بلدنا الغالي، ما نقول مجروح قتيل العراق، بس إن شاء الله ينحي بأهل الأبطال اللي انتفضوا بعد ما يسكتون على الظلم، بعد العراقيين الشرفاء على هاي بلدنا الغالي وأرضنا اللي استباحوها المجرمين وقاعدين اليوم جابوا لنا مكلف جديد. ما شاء الله فرحنا، يمكن يعتبرونا نفسهم مسوين إنجاز اليوم. نعم. لكن لا، كل شيء له بدال، بس الظالم إلى نهاية والظلم إلى نهاية. الله سبحانه وتعالى ظل العراق بهذا، بس الله سبحانه وتعالى ما يقبل بالظلم، حاشا لله. بس هاي دروس لبعض العراقيين المغيبين واللي بعدهم يعرفوها ويحرفوها، أو اللي ما يعرف حتى يعرف، حتى بعد ما حد يبقى عليه عذر. نعم. إن شاء الله نرجع بلدنا وننظف ونطهر أرضنا هاي الغالية اللي استباحوها للاحتلال وللإيران والأمريكا والغيرهم، ويتنظف العراق من هاي الحثالة. نعم. اليوم إحنا حزن عندنا، حزن حزن أكيد. إحنا كل يوم نقل للوطنيين والعراقيين الشرفاء والأصلاء، مستحيل مستحيل يكونون مرتاحين وبلدهم هيك دا يصير بي. الله كريم، لا ينصح إلا الصحيح إن شاء الله. نعم. موضوعنا اليوم مشكلة من مشاكل ومآسي العراق اللي يمر بها الجانب الصحي. نعم. الدولة تكون بالصحة وبالتعليم. احنا لا صحة لا تعليم لا قانون لا حقوق إنسان. هاي إنجازات الاحتلال، إنجازات التغيير اللي جابوا لنا اياه من 2003. بالجانب الصحي لأدنى أعطيك مثال، هاي من جماعة مقربين من عندي، يعني مو نسمع منها ومننا. نعم. ما عندهم كمامات بالمستشفى اللي خريجين العلوم الكيميائيين اللي بالمختبر. نعم. يقولوا لهم نعطيكم، يضطرون يغسلوها بالقاصر ويجففوها ويجون يلبسوها ثاني يوم للدوام. هاي العالم كله اكو شفنا هيك حاله. نعم. شراشف مال المرضى مال الاسره هي اللي طبيه، قاموا يخيطوها لهم ملابس حتى يدخلون يعالجون. هاي بالعراق، ودا احكيك اياها يعني من ناس ثقه مو منا، ويطلع وزير الصحه والمسؤولين والتابعين له هيك يحكون. نعم. قد اجت مساعدات وتبرعات الجانب الصحي بهاي الفتره؟ شو ولا دائره ولا مديريه قاعده تستلمنا. كلها تناشد نريد احنا محتاجين كذا وكذا، مو صحيح؟ فالجانب الصحي حاله من حال الجوانب بالعراق اللي تدمرت، لكن ان شاء الله سوت تشرين العظيمه.
والمتظاهرين الأبطال يرجعون العراق ما يبقى بيد هذول المحتلين. وأتذكرت عادل عبد المهدي ما قدم استقالته. أريد أقول له هذا الكلام يسمعني من عراقية. ماذا قال؟ قال سنخرج منها مرفوعين الرأس. وين مرفوع الرأس؟ على شنو؟ لا أنا أقول لك لتساقوا إلى المحاكم ومصاصعي الرأس إلى المحاكم ونحن من نحاكمكم. ويبقى العراق شامخ عزيز بأهله الشرفاء. السلام عليكم ورحمة شكراً الله وبركاته. شكرا شكرا لك أم أحمد. أم أحمد سبقت برنامج منبر الرافدين وكادر أسرة البرنامج باستذكار وبألم وبحزن الذكرى 17 مو لاحتلال العراق بل لدمار العراق وانتهاء العراق وذهاب شيء اسمه العراق نتيجة سياسات خاطئة لسياسيين لا عدهم لا يملكون ذرة من الوطنية إلى هذا البلد أو الوفاء إلى هذا البلد أو الولاء له. جميع السياسيين من عام 2003 إلى اليوم على مختلف مسمياتهم مهما تغيروا كانت ولاءاتهم إلى دول الخارج مع شتى الطرق إن كانت مع الولايات المتحدة أو مع إيران أو غيرهما. أبو ياسين من الموصل حياك الله. أنا بس أعاقب على كلام هذا الوزير وزير الصحة. هذا الماء عنده ضر من القيرة الجبوري ضر من القيرة وضر من شو يقول هذا قصدك رئيس لجنة الصحة البرلمانية قتيبة الجبوري. نعم 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 هذا وباء سياسي هذا ناقص لأنه لو مو ناقص ما يتخذ الكلام العام ده أتموت بالألوفات. دول متقدمة ودول عندها إمكانية ده أتموت به ويقول هذا يعني هذولك ما عندهم بس علينا سياسي على ما يقدر يوفروا شيء العالم هالكلاب هالذول هالساقطين هالشاكة. نعم والله هذا كلام مرجع عليه والمفروض هو يتحاسب على الكلام من اذاك وسلطة واكو وزارة بحاسب. نعم يعني يصير والله هذا كل شيء ماكو والحاجة عطمت بالجملة يوميا ميتين الأربيل ترى الحشي بل اذا عشقوا اللي يموتون اكثر بس هذا الكلام عيب عليه ينطقوا ويقولوا هذا. نعم شكرا شكرا لك ابو ياسين. كارثة من كوارث المستشفيات العراقية. راح نشوف هسه فيديو جديد لانتشار كائن حي في ردهة الطوارئ فلنتابع. شوف الطرقاعة هي كارونة غير جت من الحيوانات هاي شوفوها عقروب مستشفى المشرح بالطوارئ الوضع كلش تعبان بس حاشي من صور فيلمين بين 15 و20. هذا هو حال مستشفى المشرح في محافظة ميسان. ضفادع تنتشر في المستشفى وفي ردهة الطوارئ يعني هي أكثر ردهة تعاملا مع المرضى وبشكل كبير هي ردهة الطوارئ لأن أغلب الناس ومختلف الحالات مباشرة تذهب إلى ردهة الطوارئ قبل أن يأتي صاحب الاختصاص أو توزع على غرف الاختصاص. هذا هو حال غرف ردهة الطوارئ في محافظة ميسان. يعني أبو أحمد من الرمادي ذكر نقطة مهمة يقول كثير من الحيوانات من 2003 إلى اليوم شفنا كثير من الفيديوهات ضبع في مستشفى في محافظة البصرة قطط في مستشفيات في مختلف المحافظات العراقية فئران في الأسقف الثانوية في المستشفيات العراقية والكل يعلم أن كل هذه الحيوانات هي تنقل المرض خصوصا الفئران الضفادع الرطوبة المياه الآسنة مياه المجاري كل هذه الأمور هي أمور تساعد على انتشار المرض تساعد تكون بيئة خصبة للأمراض وبيئة خصبة للأوبئة. هذا هو حال المستشفيات في العراق. مستشفى عراقية تفيض بالمياه. لماذا؟ العراق غني، العراق فيه ميزانيات انفجارية، العراق صرف على هذا القطاع مليارات الدولارات. لماذا إذن هو هذا حال المستشفيات العراقية وحال المستوصفات العراقية؟ نذهب أكثر وننظر إلى حال الحجر الصحي الذي يعاني منه المرضى
خصوصا ردهة النساء في الحجر الصحي في مستشفى البصرة بمحافظة البصرة، فلنتابع. أدري ما عندها ولي. أجها خير بيتهم شو يسوون؟ ما يصير هالشكل. أدري ما يصير كاسة يعني تموت إحنا نظل هسه هي. مسؤولين على موتها بمتهم. انتو وياها؟ لا وين وياها؟ مريضة ما خلينا نمر وياها. نمر ويا بابا. لا الله. شو داب علي؟ لا الله. يا الله. ما حكيتش دحين. خير الكلام. ما تقدر حتى تشوف. الجارة. هسه ها ما تخفي الكورونا والله ما الكورونا بوجوبكم. عقب ايش يلبسون بعد؟ عقب ايش؟ عقب ايش بعد؟ وين ياخذونها بعد؟ هي مرة ماتت بعد وين ياخذونها؟ لما صار نحن الساعة ثلاثة نصيح عليكم. لا يا ماتت المرة شنو هي؟ ماتت. قال غيبوبتك ما جاي الجالع. وقوا عندنا كاميرات ونشوف الحالات ما هم الكاميرات. قولي يا علي حجية. قولي يا علي. هذا الفيديو يستحق بعض التعليق، لكن لدي اتصال. أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ربي يحفظ الحاج مسوع صوتك يا أبو. أنت العايش أخوي الغالي. الله يرضى عليك. طبعا المستوى الصحي بالعراق هو صفر. نعم. والحال يعني مو بس هو المستوى الصحي، المستوى العام كله. كان أغلب علينا لصوص مجرمين وقتلة ورهابيين. واي واحد منهم يعني يصير بوزاره لا قدر يسوي شيء للبلد. فهم ذولا يعني الله لهم عين جرثومه. ما دام ولاهم الايران يعني ما يهمهم، يموت واحد يتمرق يهجر يعني مو اصلا هم مو بشر. يعني واقع الحال يقوله يعني هم مو بشر. الناس انقتلت، الناس انخفت، الناس حتى المتظاهرين ثم يقول لك يا ابو احنا ما نريدكم مكذبين يعني ما له قيمه الشعب. فهذه الارباب كلها هم جابوها. نعم. ولذلك يا اخي هو هذول هذا ما يستقر طالما هذول بالعراق. نعم. شكرا لك ابو حسن. اتمنى من السيد المخرج يرجع لي صوره الحجر الصحي بمحافظه البصره. اكو نقاط مهمه يعني بالفيديو رغما عن الحالة المؤسفة اللي موجودة داخل هذا الفيديو. امرأة تنازع نتيجة إصابتها بمرض وماكو أي مسعف أو ماكو أي طبيب أو ماكو أي ممرض موجود يدخل إلى غرفة الطوارئ وغرفة الحجر الصحي. هذه كارثة بحد ذاتها. نعم من المفترض أن تكون غرف الحجر الصحي مغلقة على المرضى المحجورين داخلها، لكن لا تكون مغلقة بهذه الطريقة. يعني المريض عندما يدخل في حالة حرجة ويأتي المرافق له داخل غرفة الحجر الصحي لا يطرق على باب في أي مستشفى في العالم. هنالك أجهزة نداء، أين هي في هذه الغرفة؟ تساءلت إحدى المريضات، قالت هنالك كاميرات من المفترض أنهم قالوا أنها موجودة، نتابع الحالات عن طريق هذه الكاميرات، إذن أين هي هذه الكاميرات؟ بالنسبة إلى الأوساخ الموجودة في أرضية غرفة الحجر الصحي ماذا تفعل وزارة الصحة بها؟ بالنسبة إلى غرف الحجر الصحي لا تكون بهذا العدد من المرضى في كل مستشفيات العالم. غرف الحجر الصحي يعني إن كان العدد
كثيرا أتوقع أنه لا يكون أكثر من 5 أشخاص. هذه ليست بغرفة حجر صحي ولا توجد بها معدات حجر صحي. والكارثة الأكبر في هذا الفيديو أن هنالك مواطنة تنازع دون مغيث، ومن المفترض أن الكادر الصحي إن كان ممرض أو طبيب أو مسعف عندما تخرج من جامعته رفع يده اليمين وأقسم بالله أن يقدم الغالي والنفيس للحفاظ على أرواح هؤلاء. هذه هي الكارثة التي نعاني منها. على الرغم من الإهمال الحكومي، على الرغم من الفساد الذي موجود في كل مؤسسات الصحة والقطاع الصحي، لكن هنالك سوء إدارة أيضا من المستشفيات العراقية. هذا مؤسف. نذهب أكثر خارج المستشفيات وخارج المؤسسات الصحية، ونذهب إلى المشخاب ومنطقة راك الحصوة تحديدا، لننظر إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات الأمنية والقطاعات الصحية لحجر المنطقة. فلنتابع. منطقة راك الحصوة، بردا وسلاما. منطقة السادة أبو فريحة، هل تعلمون ماذا يقول الشعب العراقي للتعليق على هذا الفيديو؟ بالعامية، صح النوم. معنا اتصال من الرمادي. محمد حياك الله. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ هلا بيك اخوي، تفضل. احييك وحي قناة الرافدين البطلة. تحية ودوم. اشكر جهودكم على الله يسلمك، الله يبارك بكم، وان شاء الله يكون منبركم دائما لكلمة الحق ونصر المستضعفين في العراق وفي جميع بلدان المسلمين إن شاء الله. أستاذي العزيز، أريد أشير أعزي الشعب العراقي وأعزي جميع الشعوب العربية بذكرى الاحتلال الأمريكي الذي جلب لنا هذه الحكومات الفاسدة من 2003 والحد الآن، التي عاثت في الأرض، التي استباحت دماء العراقيين وهجرت الآلاف بل ملايين، ولم تترك شيئا في العراق إلا ودمرته. هؤلاء لم يأتوا لنصرة العراق، ولم يأتوا لبناء العراق، إنما جاءوا لتخطيط أمريكي فتدمير العراق وجعله تابعا لهذه الدول التي تعرف أن جمجمة العرب وأن مركز الانطلاق للعروبة ومركز الانطلاق الإسلامي هو من هذه الأرض، أرض الرافدين، ولذلك جعلت من هذا البلد وباء ومركزا للدمار والخراب. نسأل الله العظيم أن يرفع عن هذا البلد، نعم، وأن ينصر كلمة الحق على هؤلاء الفاسدين الذين استباحوا. واليوم تشكيل هذه الحكومة الفاسدة التي يعرفون جيدا المتظاهرين صبروا الأشهر بل السنين كي ينشئوا حكومة جديدة مستقلة خالية من هؤلاء الديول الإيرانية، ولكن مع الأسف رجعت الكرة إلى عادتها القديمة، وكذلك رجع الفاسدون الى حكم، وهذا يعني ديدنهم
يكون في التلاعب للناس والتلاعب بمصير البلد والتلاعب بالعراق. نسأل الله العظيم أن ينصركم ويحفظكم من كل سوء وأن يحرر العراق من هذه الزمرة الفاسدة. وجزاكم شكرا 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 لك أخ محمد. القطاع الصحي العراقي الذي من المفترض نحن في القرن 21 وفي ميزانيات العراق التي خرجت بعد عام 2003 الانفجارية كما أسموها هم بأنفسهم، يجب أن يكون القطاع الصحي بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى المهمة بالنسبة إلى الشعب العراقي فيما يخص قطاع التعليم وقطاع الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى المهمة الخدمية. كان من المفترض أن يكون العراق في مقدمة بلدان العالم بالأموال التي دخلت إليه من بيع النفط فقط، لكننا الآن نعيش في بلد نهبت خيراته على يد سراق أتوا ليحكمونه ليس بقبضة من حديد بل بقبضة سارق خفيفة تسرق الأموال وتختلس الأموال ولا يراها أحد. أموال العراق آلاف المليارات من الدولارات أو أكثر من 1,000 مليار دولار كانت تبني العراق مرة ومرتين وثلاثة. ميزانيات العراق منذ عام 2003 كانت تضع العراق في مقدمة بلدان العالم في كافة القطاعات وفي كافة المجالات، لكننا اليوم نعيش ببلد يفتقد إلى كافة الخدمات. نعيش في بلد نسبة الفقر فيه كبيرة جدا، نعيش في بلد نسبة البطالة فيه كبيرة جدا، نعيش في بلد نسبة الطلاق فيه ونسبة الفساد فيه ونسبة اللا أخلاقيات فيه كبيرة جدا، ونعيش في بلد يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة ويفتقد إلى أبسط شيء يعطي حياة كريمة إلى مواطنيه. السبب هم هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة. أما فيما يخص رسائل واتساب ببرنامج منبر الرافدين، تحية لك أخي أفل. الموضوع المتعلق بخلية الأزمة المشكلة من قبل الحكومات أنها لا تهتم بما يجري من أزمات أمراض أو أوبئة، لذلك كلها تتجاهل هذه الأمور ولا تصدر قرارات تهم صحة وسلامة الجميع، خصوصا ظروف هذا الوباء كورونا. لذلك الواجب يقضي بإيجاد كفاءات وخبرات تقوم بهذه الأمور بدلا من خلية الأزمة لإدارة مجريات الظروف الطارئة لتوعية المجتمع بمخاطر الأوبئة والأمراض ولوقاية الجميع من مخاطرها. والرسالة تطول لا أستطيع قراءتها جميعا، لكن يا سيد العزيز أنت تأتي بالكفاءات والخبرات، من هؤلاء لن نحصل على شيء لأنهم يمتلكون الخبرات ويمتلكون الكفاءات لكن حبهم ليس للعراق، هذه هي المشكلة. السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم ولجميع العراقيين. أستاذ، عصابة الخضراء وسرطانها لم تقدم أي شيء تستعين بمخالفات واستيراد النظام الوطني السابق في كل المجالات الصحية التعليمية الزراعية ومعدات الطرق والجسور المنتهية الصلاحية، عادوها للخدمة ولم تقدم أي شيء للعراق وشعبه. هذه العصابة بعد الاحتلال إلى الدمار والتخلف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، والله دمرتنا اتفاقية كهرباء وناس ما عدها يتفقون مع أبو مولدة حتى يشغل ساعة يطفوه الليل، وناس صايمة حزب الدعوة وميليشيات مقتدى وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس خزعلي، هذول دمرة وكهرباء وصحة وكل شيء بالعراق مجرمين أتباع الخميني. رسالة أخرى من شخص، السلام عليكم أستاذ أفل، من محمد من الأنبار. السلام عليكم، شلونك أستاذ أفل؟ مع الأسف النظام الحالي وميليشياته يحاولون البقاء في السلطة أكبر وقت ممكن، وتكليف مصطفى الكاظمي بمعنى أنه وقعوا على نهايتهم والثورة ستزيلهم إلى مزبلة التاريخ، والشعب والثوار بعد افتهموا أن إيران هي من تدير الأمور ونهايتهم قريبة إن شاء الله. مصطفى من أهالي جرف الصخر، نطالب العودة أو الحكومة لا تظل مغلسة الفاسدة، ونطالب أهالي جرف الصخر أن يحجون لا يظلون ساكتين، والله قاعدين إيجار صار لنا 7 سنين. رسالة أخرى، أبو زينب بن بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. وفي مثل هذا اليوم بكى وجه بغداد ودخلت الدبابات الأمريكية أرض الرافدين
وعلى ظهورها الجواسيس والعملاء. المخبر السري لعنة الله عليهم، وللأسف كثير من القضاة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وكثير من الشباب أبرياء وحكم عليهم بالإعدام. لماذا لا تحاكمون المالكي ومقتدى الصدر وغيرهم وعندهم عدد من قضايا الفساد تخافون منهم؟ ها هي الديمقراطية التي أتت بها أمريكا، وشكرا جزيلا. آخر رسالة أقراها: جميع مواقع البنى التحتية في العراق البنية التحتية في العراق في ظل هذه العصابة المجرمة توحي إلى أن هؤلاء يتعمدون الإهمال من أجل الحصول على مكاسب مادية باسم الإصلاح، والواقع عكس ما يعايشه الشعب. حسبنا الله عليكم يا مجرمين. سعد من السعودية، حياك الله أخ سعد، وحيا الله أهالي السعودية. المشكلة اليوم التي يعاني منها الشعب العراقي ليست مشكلة قطاع بذاته، المشكلة التي يعاني منها الشعب العراقي مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة، مشكلة يجب على الكل أن يتكاتف لحل هذه المشكلة. مشكلة الشعب العراقي اليوم ومشكلة العراق هي ليست بقطاع بل بنظام. النظام الموجود اليوم في العراق لا ينظر إلى هذا البلد بأنه بلده، لا ينظر إلى هذا الشعب بأنه شعبه، ولا ينظر إلى أبناء هذا الشعب بأنهم أبناءه. الساسة يجب أن يفعلوا ما يستطيعون ليقدموا من خدمات إلى بلدانهم. فلينظر ساسة العراق إلى ساسة بلدان العالم، فلينظر إلى ساسة بلدان العالم الذين قدموا شيئا لبلدانهم، الذين بنوا بلدانهم، الذين رفعوا من اقتصاديات بلدانهم، الذين رفعوا من قيمة عمولات بلدانهم. لا ينظرون إلى الدكتاتوريات التي حكمت في فترة من الفترات وثار شعوب تلك البلدان على تلك الدكتاتوريات. والعالم والتاريخ يذكر الكثير من هذه الدكتاتوريات، والعالم والتاريخ ما زال يستذكر كيف قام الشعب في أي بلد من بلدان العالم عندما كان يحكمه دكتاتور كيف تعامل معه في نهاية الأمر. يجب على الشعب العراقي أن يتعامل مع العراق بأنه بلده، إلى ساسة العراق. ويجب على الشعب العراقي أن لا يسكت، فهم ليسوا بساكتين الآن في ثورتهم، وما زالوا يؤكدون أنهم راجعون إن شاء الله بعد انتهاء الحجر أو بعد انتهاء جائحة كورونا. المشكلة في العراق بنظام وليس بقطاع. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة في منبر الرافدين في الأسبوع المقبل. في أمان الله.